نتقدم بأحر التعازي المواساة لأسرة العائلة الطفل عدنان الذي كان ضحية اغتصاب والذي تعرض للقتل من طرف المتهم المتواجد الآن رهن الاعتقال، والذي لا يمكن أن نسميه فقط بمتهم، يمكن أن نسميه بالوحش البشري الذي عرض هذا الطفل الأبشع أبشع التصرفات اللي تمارست عليه في الحياة ديالو، من اختطاف وترهيب واغتصاب اللي تبعها القتل ديالو. إذا فيما يخص هذا الموضوع من الناحية القانونية يمكن أن نتطرق إلى الفصل 474 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب على الاختطاف بالإعدام إذا تبعه موت القاصر. احنا في هذا الصدد احنا ما يمكنش نقول لكم راه احنا مع عقوبة الإعدام، احنا ضد عقوبة الإعدام في بعض الجرائم التي يمكن التساهل فيها، ولكن جريمة من هذا النوع هذا فالواجب تطبيق في هذا النوع من الجرائم هو عقوبة الإعدام. هناك استثناءات يمكن أننا ندرج فيها هذا النوع ديال العقوبة، من بينها هذا الاختطاف اللي تعرض له هذا القاصر هذا وتم التعذيب ديالو، وأكثر من ذلك هو أنه من بعد التعذيب ديالو لمدة وإحنا لا نعلم المدة التي قد مورس عليه فيها التعذيب التهديد، المهم كما قلنا أن المدة اللي تمارست عليه فيها هاد المرحلة ديال الاغتصاب وكيفية ديال القتل، على ما سمعنا احنا في وسائل الإعلام على أن كيفية القتل ديال هاد الطفل هذا تمت عن طريق الخنق، وظل مدة 4 أيام عاد باش تم اكتشاف الجثة مدفونة بالقرب من المنزل ديال المتهم. كما قلنا هناك استثناءات اللي يمكننا نطبقوا عليها عقوبة الإعدام والتي يجب تطبيقها على أرض الواقع ماشي الحكم بها وعدم التنفيذ ديالها. من بين هذه الاستثناءات هذه جريمة الاغتصاب التي يعقبها القتل، لأن هذه العقوبة هي العقوبة الوحيدة الرادعة لهذا النوع ديال هذه الجرائم هذه. إذن ليست هناك أي بدائل يمكن أن تحل محل عقوبة الإعدام. فكما قام هذا الشخص من سلب الطفل عدنان من حقه في الحياة وتعذيبه واغتصابه، قبل ذلك يجب أن نطبق عليه عقوبة الإعدام التي بدورها ستسلبه حقه في الحياة، لأن هذا النوع من العقوبات كانت له نتائج جد مهمة في بعض البلدان التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم التي نعيشها الآن في بلدنا وغيرها كثير. احنا ما تنتحدثوش غير على الخطف ديال الطفل عدنان الذي تعرض للاغتصاب والقتل، هناك أيضا طفل آخر كما رأينا في وسائل الإعلام اسمه على ما أتذكر الاسم ديالو نبيل، ينحدر من مدينة سلا، وعندنا الطفلة التي تنحدر من مدينة القنيطرة الذين تم اختطافهم ولحد الساعة لم يعثر عليهم. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.